نفحات الشهر الكريم، حيث مبادرات الخير في شهر الخير تحديدا في مدينة الخير الفلوجة، حيث تستمر هناك حملات إطعام الصائمين وتوزيع المواد الغذائية على العوائل المستحقة والمتعففة. مبادرة هنا الإفطار قامت بها ناشطة من مدينة الفلوجة لتقديم وجبات الإفطار مجانا للصائمين في المدينة ولمن يزورها أيضا. رمضان كريم، هنا الإفطار. انطلقت مبادرة هنا الإفطار في مدينة الفلوجة إكراما لشهر الفضيل، وكونه شهر خير وبركة وشيء مميز عند الله أولا ثم عندنا. بادرنا مبادرة هنا الإفطار بوضع طاولة على الشارع الرئيسي أو عند دخول مدينة الفلوجة عند السيطرة وأيضا عند التقاطعات. هذه المبادرة انطلقت كون من عمل بها من بعده. الأجر عظيم من أفطر منكم صائم. وأيضاً حالياً في مدينة الفلوجة بعموم الأنبار يوجد هناك عديد من الفرق التطوعية تعمل ليل نهار بأنه إطعام الصائمين، الفقراء، الأرامل، الأيتام. حالياً مبادرة جديدة مدينة الفلوجة هي وضع طاولة تحتوي على اللبن وبعض المشروبات والتمر، ممكن تخفف من عبء الصائمين بكونه طريق سفر. العمل التطوعي شيء حلو وشيء